ازيك يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هناخد حرف جديد. وطبعا يا ولاد احنا عارفين اي حرف بناخده لازم نعرف عنه ثلاث حاجات: اسمه وشكله وصوته. طيب لما نيجي نظبط الحرف بتاعنا بنقول له احنا عايزين نعرف عنك الحرف ثلاث حاجات: اسمك وشكلك وصوتك. طيب تعالوا كده قال لنا اسمه يا ولاد حرف الطاء. اسمه ايه؟ حرف الطاء. تاني اسمه ايه؟ شاطرين، اسمه حرف الطاء. طيب يا حرف الطاء احنا عايزين نعرف شكلك. شكلك عامل ازاي؟ قال لي انا ليا اربع اشكال. ليه يا فندم؟ اربع اشكال. شاطرين يا ولاد. طيب هنرسم الخط بتاعنا، ركزوا معايا. هنرسم نص دايره ونازله كده واحد على السطح. طيب يا حلوين العصايه بتاعته بقى هتبقى جنبه مش عليه. يعني انا يلمس ينفع اكتب حرف الطاء كده؟ لا. بعمل ايه؟ ركزوا معايا. بصوا يا ولاد، نص دايره كده اهو، واقوم عامله العصايه المستقيمه على السطح، والعصايه بتاعته اهي طالعه جنبه كده. تمام يا ولاد؟ طيب دوت اول شكل، دوت لما بيكون في اول الكلمه. طيب يا ولاد في نص الكلمه بقى اهو، نص الكلمه فارق ايدين الاثنين اهو. بصوا كده فارق ايدين الاثنين، ونطلع بنص دايره برده، وادي الخط المستقيم على السطح، وهنقول ايه؟ العصايه بتاعته جنبه. اخر الكلمه، اخر الكلمه هيبقى فارق دراع واحد بس. هيبقى ايه؟ عامل ازاي بقى؟ اهو بصوا يا ولاد، الدراع اهو، لكن الدراع التاني مش موجود، وادي العصايه. طيب تمام، دوت شكله وهو متصل. اما وهو منفصل بيبقى عامل ازاي؟ هقول لكم دلوقتي حالا. اهو يا حبايبي، نص دايره برده، وادي الخط المستقيم والعصايه بتاعته. يبقى تاني طاء في اول الكلمه، طاء في وسط الكلمه، طاء في اخر الكلمه، وطاء منفصله. يبقى احنا كده عرفنا اسمه وشكله. ناقص لنا صوته. ناقص لنا ايه؟ صوته. دي بنعرف صوته ط ط ط ط. يبقى صوته عامل ازاي؟ ط ط ط. نعرف حاجه كمان، نعرف صوته وهو يا ولاد متحرك. يعني ايه وهو متحرك؟ وهو عليه الفتحه وعليه الكسره وعليه الضمه. تعالوا نشوف كده يا ولاد، ادي حركاتنا الثلاثة: فتحة وكسرة وضمة. لو جينا كتبنا حرف الطاء أهو، حرف الطاء لو عليه فتحة هيبقى اسمه طاء 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 طاء. طيب حرف الطاء لو عليه كسرة هيبقى اسمه إيه؟ طي 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 طي. طب حرف الطاء لو عليه ضمة هيبقى اسمه طو 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 طو. تمام؟ ناقص حاجة. فاكرين يا ولاد دوت اسمه ايه؟ ها؟ حركة؟ لا. اسمه ايه؟ اسمه علامة. بيبي صغير. اسمه ايه؟ شاطرين، بالسكون. طيب الطاء لو عليها سكون بقى، ها؟ قولوا لي كده يا شاطرين. يعني نشوفها؟ قط قط نور. قط نور. قط. دي بقى نحكي قصة فيها حروف كتير، كلمات بيها حروف كتير جدا، وفيها حرف الطاء. تعالوا نشوف. ركزوا بقى كده معايا ونربع عينينا وطلعنا لورا. كان في يا ولاد عندي طيور. عندي ايه؟ طيور. انت كنت ايه؟ كان في منهم اتنين طيبين، كان في واحد شقي خالص بيحب ياخد اي حاجه مش بتاعته. عمل ايه؟ لقى طفل يا ولاد، طفل بيعمل ايه؟ بيلعب بيه. قام الطائر اللي بيعمل
دليل. هل يكتفى باللي هو بيعمله؟ لا، اما عمل ايه؟ لقى كده يا ولاد رجل طويل خالص، لكن هو تعبان محتاج يروح للطبيب، بس ما كانش قادر يمشي زي ما انتوا شايفين. ليه؟ كانت بطنه بتوجعه ورجله بتوجعه. طيب عمل ايه؟ كان عاوز يروح للطبيب. ومين اللي ساعده بقى؟ الضابط الشرطي. الضابط دوت كان مساعده عشان يروح للطبيب. طب الطائر اللي عمل ايه بقى؟ الطائر دوت كان عمال ينقر المريض دوت او الراجل الطويل في راسه، فكان متضايق جدا برضه مش عارف يعمل ايه. واخر حاجه يا حلوين، لقى طاووس شكله جميل خالص خالص، ماشي كده، وكان عنده طبق قدامه، طبق فيه طماطم. قدامه ايه يا ولاد؟ طبق فيه طماطم. لسه الطاووس كان هياكل لما الطائر ده اخد الطماطميه منه ومشي. وهو بيتشيل يا ولاد طار على، لقى نفسه فوق البحر، شايف الخيال بتاعه، لقى برضه طائر بقه ايه؟ الطماطم. قام قال لا، انا لازم اخد من الطائر دوت الطماطمايه بتاعته، لسه هيوطي وياخد بمنقار الطماطمايه. قامت الطماطمايه اللي بقه وقعت. قام بقى استغرب جدا كده، قام البحر كده بص اخده بقى، الميه جت عليه كده وغرقته، ما كانش عارف يطلع. قام صحابه دول قالوا له ايه؟ تستاهل يا طائر، يا اللي بتاخد حاجات مش بتاعتك، علشان بعد كده ما ينفعش ابدا تضايق الناس ولا تاخد حاجه مش بتاعتك. وبكده يا ولاد اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان احنا ما ينفعش ابدا ناخد حاجه مش بتاعتنا، وما ينفعش ابدا نضايق اي حد ايا كان هو عمل لنا ايه. طب تيجوا كده نشوف بقى الكلمات بتاعتنا. بصوا احنا خدنا ايه؟ اول حاجه خدناها الحلوين دول اسمهم ايه يا ولاد؟ مين الشطور اللي هيعرف؟ شاطرين. اسمها ايه؟ طيور. بصوا اسمها ايه؟ ها ها، طيور. اطبق عليها راسه ضمه، طيور تاني. ها، طيور. شايفين كده الكلمه دي فيها مد بالايه؟ ها، هو حد يقول مد بالياء؟ لا، الياء متشكله والحرف اللي قبليه عليه ضمه، يبقى مش مد للياء. امال مد للايه؟ شاطرين، مد بالواو. برافو عليكم. تيجوا نشوف كلمه ثانيه. ها، اسمه ايه؟ عايز اسمع. ايوه انا سمعتك، قلت ايه؟ برافو عليك. اسمه طفلو. بصوا بصوا، طفلو. طق عليها ايه؟ كسره. تعالوا نكتب كلمه بقى وتدوروا معايا انتوا. ها، شاطرين. طماطم، طماطمو، طماطمو. مد بالايه؟ طماطم، مد بالالف. برافو. فين الطماطم؟ اهي. شاطرين شاطرين جدا، احسنتم. اخر حاجه ناخدها، اخر كلمه، باي باي.